بمناسبة عيد الفطر المبارك، أود أن أقدم تحياتي لكل الشعب الجزائري أولا، وإلى كل الأمة الإسلامية. عيد فطر مبارك سعيد إن شاء الله إلى كل عائلة بن حمود، وإلى والدتي خاصة، وإلى كل الأصدقاء. شكرا. أون دينير صحة لعيدنا ونور كلي لعيد إن شاء الله هادي وين الخير لهنا في الجزائري نور كلي سنين غي وخا منا صحة لعيدنا ون لعيد ثمر بوحد إن شاء الله خامن اور كل يوم سيون سينا يبا فايد في كربي شفا هذا نوع سي وضوك سلام لا فامي شرفا غندا ملان لي كوزانيو هذا نوع سنين اخوادي قدر عمومي اور كل سنين صحه لعند نون دا ثمر بوحدي اون ديون خير هنا ان شاء الله صحه عيدكم تعيدوا بالصحه ولهنا صحه عيد عائلتي وصحه عيد اسره قناه نوميديا وصحه عيد جميع المسلمين ان شاء الله يعيدوا بالصحه ولهنا العقوبه العام الجاي صحه عيدكم كل عام وانتم بخير العقوبه العام الجاي ان شاء الله في حياتكم وحياه قاع لا فامي والاهداء تاعي قاع لعائلتي وقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله بمناسبة حلول العيد المبارك أتمنى إلى كل عائلة مسعودان عيد مبارك وإلى وخاصة إلى الزوجة الكريمة وصحة عيدكم بمناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى لطاقم قناة نوميديا والزملاء الصحفيين نقول لهم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير وما ننساش العائلة الكريمة إن شاء الله وكامل المسلمين إن شاء الله نقول لهم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير أتمنى عيد فطر مبارك للجزائر وللأمة الإسلامية جمعاء وتقدم بحر التهاني للعائلة الصحفية بقناة نوميديا وبقية الزملاء في مختلف القنوات الإعلامية في الجزائر وفي الوطن العربي كما أتمنى بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى كافة الجزائريين بالسلم والأمان لبلدنا الحبيب ونتمنى أن تتطور الأمور إلى الأحسن وإلى الأجمل وإلى الأرقى بإذن الله لهذا البلد الذي ضحى من أجله أكثر من 1.5 مليون شهيد نونو صح عيدك خويا كل عام وانت بخير خويا سمير صح عيدك كل عام وانتم بخير لكل عائله تاعك كل عمال قناه نوميديا والعائله تاعي وخاصه امي الغاليه امك الغاليه غاليه علينا كاع الله يحفظك خويا سمير وصح عيد الام الوالده تاعك ثاني ان شاء الله ربي يطول في عمرها ان شاء الله ان شاء الله تحيه للجميع تحيه في مناسبة عيد الفطر المبارك نقول للجميع كل عام وأنتم بخير أعده الله علينا وعليكم باليوم والإيمان والخيرات والبركات تحية لكل عمال قناة نوميديا كل الزملاء إن شاء الله نعيد بالصحة ولهنا إن شاء الله تحية لكل من يعرف سمير بادي إلى العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة وخاصة إلى ابنتي كوثر نقول لها كل عام وأنت بألف خير ربي يطول في عمرها العاقبة لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لكم مع رودان